طب سؤال بس تاني معلش. بس السؤال التاني في السورة، في تفسير بتاع كانوا بيعبدوا البقرة ولا خوار؟ لا صوت. طب الصوت ده جه ازاي؟ ايه؟ بيعبدوا البقرة اللي هو في قصة برضه بتوع ما هو اذا قلنا ان الله سبحانه جعلها فتنة لما قال السامري فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها طرحتها على العجل فاصبح له خوار، تكون هذه خاصة لفتنة الناس. اما اذا قلت ان هذا السحر كان ميكانيكيا مثلا زي ما بيقولون، فالان انت عن الريموت عن بعد ممكن يحدث صوتا، ممكن يحدث حركة عن بعد. ايوه تمام. الله يسلمك.